لقد سميت بأسماء كثيرة في حياتي الطويلة: العربية السعيدة، بلد الحضارات، والمرأة التي شاب قرناها. اليوم ينادونني ببلد النواح والأحزان، في عتمة الليل الحزين أنتظر وحيدة مولد النهار. لقد عشت طويلا لرؤية ولادة الكثير من الأمم. بكيت وصليت خلال العديد من الحروب الدامية. البعض يصف حياتي بالنعمة، والآخرون باللعنة. أفنيت حياتي وأنا أنظر لأحبتي، وقد اعتاد الاقتتال وخوض الحروب فيما بينهم لأسباب مختلفة، وأحيانا بدون أسباب. لطالما تساءلت لماذا الكثير من أبناء امتلأت قلوبهم بشهوة القتل. قتل على كل شكل ولون، حتى صار القتل أمرا عاديا، منهجا للحياة ومهنة يحترفها البعض ليقتاتوا عيشهم. في كل يوم أقف على حافة النهاية محاطة بخيوط الظلام، أشاهد كيف صار القتل وسيلة لإظهار القوة وطريقا للوصول للحكم والنفوذ. والأسوأ أن البعض صار يعتقد ويؤمن بأن القتل هو الطريق الوحيد والأمثل للوصول لرضا الله ونعيمه. لماذا لم يعد ذبح الإنسان لأخيه الإنسان سبباً للخزي والعار، بل مجداً وشرفاً يستحق التفاخر والتباهي به؟ لماذا تصرون على جعلي أعاني؟ هل من الصعب أن تجعلوا من قلبي مكانا أفضل؟ إلى متى سأغمض عيني وأخفي الحقيقة؟ أرجوكم أوقفوه، فقد سئمت من الانتظار، وأنا أتساءل من سيكون آخر الضحايا. سقطت تفاحة واحدة، أدرك العالم قانون الجاذبية، وسقطت الآلاف من الجثث ولم تدركوا بعد معنى الإنسانية. عندما يكون لروح
روح الإنسان قيمة في مكان تحترم فيه آدميته، فيكون من السهل عليه الوصول لحقوقه المتبقية.